قصة بقى مرضى ضغط الدم، احنا قلنا عنه امبارح، اتكلمنا، احنا كان معانا دكتور متخصص وهو شرح لنا قصة ضغط الدم. احنا فاهمين برضو ان ضغط الدم هو لص صامت، ودايما ضغط الدم ليه حاجتين معاه وهما القلب والسكر، يعني تلاقي دايما اللي عنده حاجة منهم عنده التلاتة دايما مع بعض، ثلاثي كده مع بعض. فاحنا نعرف ازاي عندنا الضغط؟ للأسف ما بيتعرفش غير بعد ما يبتدي بقى يبقى فيه أعراض جميلة، يعني بتبقى خلاص كمان إلى حد كبير دخلنا في أعراض يعني مش حلوة خالص على الجسم، إنه بيعمل ضغط رهيب جوه الجسم. ف اللي أنا أقدر أقوله دلوقتي إن احنا طبعا احنا هنخلي بالنا من أعراض معينة. المفروض هو الدكتور كان قال لنا برضه امبارح إن احنا نعمل دايما تشيك أب بشكل دوري حتى لو ما فيش أعراض، عشان هو مش بيبين أعراض في الأول، فلازم تشيك أب بشكل دوري. إيه الأكلات بقى اللي نخلي بالنا منها؟ وإيه العادات اللي نخلي بالنا منها؟ طبعا أكلنا للأسف اليومين دول بقى معظمه كله أكل حاجات جاهزة، الحاجات اللي بنشتريها من السوبر ماركت، ودي كلها بتبقى معلبات وكلها مليانة مواد حافظة ومليانة صوديوم وأملاح مش كويسة للجسم خالص. مش بس الحاجات المعلبة، طبعا في حاجات بقى بروسيسد زي مثلا اللحوم اللي بتبقى زي البسطرمة، زي اللحوم اللي هي اللانشونات، زي الحاجات دي كلها بتبقى كلها مصنعة ومحطوط فيها كمية أملاح مش باينة لنا. طيب ايه كمان؟ المخبوزات، العيش، العيش من الحاجات اللي هو عيش البلدي والعيش التوست والعيش كل المخبوزات عامة مليانة كمية أملاح مش عادية، فنخلي بالنا قوي ان حاجات المستخبية دي نبقى عارفين عنها. طيب وده اللي بحاول أقوله هنا. طيب احنا بشكل عام الملح أساسي طبعا نخلي بالنا منه ونقلله في أكلنا، اللحوم المصنعة زي ما قلت، المخبوزات منها برضو البيتزا مثلا فيها سواء اجبان اللي عليها او في العجينه نفسها الملح بيبقى عالي، يعني على دي اقولها بقى كشف كيلو الدقيق تمام بنحط عليه معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره، معلقه طعام كبيره عشان تظبط معانا الطعم، فتخيلوا كميه الملح اللي فيها، غير بقى الجبنه اللي فوق فكميه ملح جميله، غير لو حطينا بقى لانشونات وسوسيس ومش عارفه ايه والكلام ده. طيب برضو المخلل يعني دي واضحة. السكر برضو مش كويس خالص لمرضى الضغط. عندنا القهوة طبعا بتعلي الضغط، منتجات الطماطم لأن فيها برضو صوديوم عالي، والدهون مش كويسة زي الدهون اللي موجودة في مثلا الجلد الفراخ أو الدهون المشبعة اللي موجودة في اللحمة، كل الدهون المشبعة دي والسمنات والزبدات والكلام ده كله نقلله على قد ما نقدر لأنه بيعمل مشاكل في الشرايين كمان. طيب الأطعمة بقى المسموح بيها، كل حاضر كل ما هو طبيعي، يعني كل ما هو طبيعي وجميل اللي هو الخضروات الفاكهة عامة كلها، مش كلها طبعا، في فواكه معينة فيها بس صوديوم عالي زي مثلا المانجا نخلي بالنا منها، لكن عامة الخضروات الورقية الخس الجرجير السبانخ البنجر التوت بأنواعه اللفت الحاجات دي كلها كلها حلوة جدا. فطبعا أنا كلامي برضو عام هنا قوي في البرنامج، بتكلم بشكل عام عشان معلوماتنا العامة نبقى عارفينها، لكن لازم نروح لدكتور متخصص يشوف كل حالة بعينها علشان يعرف يشوف، لأن ممكن يكون عنده حاجات تانية الواحد مش عارفها، دكتور نفسه لما بيكشف بيعرف. احنا كنا بنتكلم عن مرضى الضغط ومشاكل الأكل اللي بتسبب الضغط لأنه من العوامل الأساسية. طبعا في عوامل تانية غير الأكل بس أنا هكمل موضوع الأكل دلوقتي وهقول عليها. طيب احنا كنا بنقول ان الحاجات اللي نبعد عنها ونخلي بالنا منها هو الملح، اللحوم المصنعة، العلب اللي هي جاهزة في السوبر ماركتس مليانة املاح، البيتزا والمخبوزات بشكل عام مليانة ملح، العيش بشكل عام، المخللات طبعا، نبعد بقى عن السكريات برضو السكر مش كويس خالص للجسم، القهوة والشاي والحاجات الغامقة دي كلها، منتجات الطماطم لأنها برضو صوديوم فيها عالي نقللها، وطبعا الدهون الغير مشبعة الموجودة في جلد الفراخ
او موجوده في اللحوم او في كل ما هو حيواني دسم فيه مش كويس زي السمنات والزبده والكلام ده. طيب عندنا من الحاجات الكويسه طبعا زي ما قلنا الخضار الورقيات وانواع التوت والبنجر، وهنخش بقى على كمان الشوفان طبعا. الشوفان ده رقم واحد في كل حاجه الحقيقه، ممتاز للجسم بشكل عام، سواء يعني بيخش في العظم، بيخش في تكوين العضلات، بيدي طاقة حلوة، ما بيرفعش سكر الدم، حاجات كتيرة جدا جدا ملهاش نهائي يعني. عندنا الموز حلو قوي عشان فيه المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي حلوين قوي برضو للجسم لمرضى الضغط. عندنا بعد كده السلمون والماكريل والأسماك الغنية بالأوميجا، دي برضو حلوة قوي. الدهون الغير مشبعة بتبقى حلو قوي لشرايين الجسم، فبتساعد على ان الدنيا الفلو تبقى مظبوطة، المخ بيشتغل بكفاءة احسن، كل حاجة بتبقى مظبوطة جدا، والقلب لما بندي للجسم الزيوت الكويسة والدهون الكويسة. عندنا برضو الثوم والاعشاب، الشوكولاتة الغامقة، الشوكولاتة الغامقة دي من الحاجات السحرية الجميلة جدا جدا، الفستق والمكسرات النية عامة، زيت الزيتون، البكر المعصور على البارد اللي في إزازة غامقة، والرمان من الحاجات الحلوة جدا. طيب من الحاجات بقى اللي أخيرا ودي اللي عايزة أكد عليها برضو نخلي بالنا منها، ودي عن تجربة شخصية بأكد بقالي يومين عمالة أكد على الموضوع ده، هو الجنزبيل نخلي بالنا منه، ما نكترش منه، ناخد منه كمية معقولة. اي حاجة بنكترها عن العادي سبحان الله بتقلب عكس، مع ان الجنزبيل حاجة طبيعية وحاجة بترفع المناعة وممتازة ضد الالتهابات وضد مشاكل المفاصل وضد الفيروسات، وبيرفع المناعة وبيعمل وبيعمل وبيعمل، كترته بيعمل مشاكل فظيعة. وزي ما قلت انا وقعت فيها يعني، انا الحمد لله بحافظ جدا على اكلي، بخلي بالي ما بزودش املاح، ما بزودش الكلام ده كله، ولكن الجنزبيل بهدلني، جاب لي فعلا انا يعني تقريبا انسداد امعاء مع مشاكل المثانة، حرقان بشع، دم كلى، مفاصلي وجعاني، كل حاجة من الجنزبيل. فشوفوا خلوا بالكم بجد ما نزودش من الحاجة. الحمد لله عرفت، وعرفت بعد كتير، قعدت شهرين لغاية ما عرفت. فبقول لكم اقول حاجة على الجاهز، خلوا بالكم ما نكترش من الجنزبيل خالص. معانا تليفون. الو، الو، اهلا اهلا، ازيك؟ الحمد لله، ازيك؟ عامل ايه؟ تمام يا حبيبتي، اتفضلي. بصي، انا عندي 14 سنة ووزني 83 كيلو. تمام، كتير. فكنت عايزة منك حاجة، من نصيحة يعني. طيب انت سمعتي عن 7 خطوات؟ ايوه، بس يا ريت تقوليها بالروح عشان اكتبها. طيب حاضر، شكرا على المكالمة. ماشي. بصي انت طبعا 14 سنة، فاكيد على طول على اليوتيوب وعلى طول الدنيا ايه عارفاها، فانت اكتبي على اليوتيوب بس 7 خطوات سيدي فؤاد، هتظهر لك الحلقة. الحلقة دي مدتها تقريبا 45 دقيقة، مهم ان انت تتفرجي على الحلقة عشان معلوماتها كلها بتبقى يعني غير المكتوب. يعني المكتوب عندك ده ملخص دلوقتي، ده ملخص بس صوريه، بس هي الحلقة اهم. الحلقة هي بتشرح بقى بالظبط بالظبط، انا بشرح في الحلقة كل التفاصيل بقى اللي هتفيدك جدا عشان تخسي بجد وتبقي بصحة احسن كتير جدا من غير معاناة ان شاء الله، ولا انك تمشي على دايت معين، هتبقى نظام حياة ليكي. طيب احنا تقريبا كده قلنا ملخص عام. اهم حاجة بقى شرب المية يا جماعة، مهم جدا، احنا بننساه. يعني انا اعرف ناس ما بيشربوش غير كوباية مية واحدة في اليوم، ده لو شربوها اصلا. فالميه اساسي 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 معانا، ومهم بجد يعني فعلا كل ساعه يبقى في كوبايه ميه، نحط الازازه قدامنا ونشرب منها، لان لو احنا مش بنشرب كفايه الجسم مش بيشتغل بكفايه. ونعرف احنا بنشرب كويس ولا لا ازاي؟ بلون البول، لو هو لونه اصفر غامق اعرفه لا في مشكله، لازم يبقى فاتح، يكاد يكون لونه شفاف
ابيض لون الميه هو ده، لكن كل ما يصفر يغمق 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 يبقى معناها لا في مشكله، احنا مش بنشرب كفايه. تمام، ده انديكيشن او ده مقياس نمشي عليه لون البول عامل ازاي. خلاص، لان الواحد فعلا بيسهو مع اليوم كده بنلاقي نفسنا ما شربناش، وبنفتكر ان احنا لما بنشرب مثلا شربت شاي وشربت قهوه وشربت مش عارفه اي حاجه، قهوه خضراء وشويه عصير وشويه مياه غازيه وشويه، انا شربت النهارده طول اليوم، لا كل ده ما يحسبش ميه خالص، كل ده كده يعني زيرو، يوازي زيرو بالظبط، ما شربناش حاجه، لازم ميه، ما ينفعش اي حاجه تانية بديله. البديله اللي ممكن اللي ممكن مشروبات الاعشاب ممكن، بس الاساس هو الميه. الجسم ذكي جدا، اي حاجه تانية غير الميه ما بيفهمهاش ميه، بيبقى عارف ده مش ميه، هو بيحتاج ميه، فلازم اساسي ميه، وجنبه اعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده، بس الميه اساسي.